هي هذه الحالة مو بس بالديالة، هو بصورة عامة بالعراق ككل أو بكافة الدول العربية زادت هذه الحالة. إحنا قلنا بالبداية هي التواصل الاجتماعي اللي كثر هذه الحالة، فهاي الأسباب اللي خلتنا بصراحة نقيم دورات توعوية بالنسبة للقاصرات لمنع هذه الظاهرة. منعها من يعني هي مو شرط التحرش، هو يصير التحرش كجنسي سواء كان لفظ او كانت بالملابس او بالتواصل، فاضطرينا الى نكثف من هذه الحالات التوعويه بالنسبه للقاصرات. الهدف توعيه البنات وتوعيه الاهلهم حتى ما يتعرضون للتحرش من جميع فئات المجتمع. ظاهرة التحرش الجنسي بالقاصرات أصبحت ظاهرة وأصبحت يعني جدا مرتفعة في أغلب المجتمعات، منها مجتمع ديالة، لكن هي من تعتبر من الجرائم المستترة التي لا توجد فيها إحصائيات دقيقة 100%، ما موجود على أرض الواقع إحصائيات لا تصل إلى 10% من حقيقة ما موجود. كون أن هذه الجرائم تحدث من الحلقة الآمنة التي تحيط بالقاصر سواء أنه ولد أو بنت، لذلك اليوم نشوف أنه البوح بها أو اللجوء إلى الأجهزة المختصة غالبا ما يكون قليل جدا. يتم حل هذه المشاكل بالطريقة العشائرية أو يعني أو داخل العوائل، لذلك نشوف أن الإحصائيات جدا قليلة وغير دقيقة، لكن من خلال مجلساتنا من خلال عملنا وانتشار فرقنا الرصدية نجد أن هذا الموضوع منتشر بشكل كبير، أدى البعض منا إلى الانتحار، أدى البعض منا إلى أن تحدث مشاكل مجتمعية اللي منها التفكك الأسري، منها حالات طلاق، تأثيراته جدا سلبية على المجتمع العراقي.